مشاهدينا برحب فيكم وين ما كنتم عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم. حلقة جديدة من برنامج الحدث يوم الخميس 27 حزيران 2024. بيسرني اني رحب بضيفي باستوديو رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام المونسينيور عبدو أبو كسم. صباح الخير سيدنا. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. خليكي. دائما يعني هلا كنا عم نحكي اطلقت عليك اسم الفدائي الإطفائي بدك إياه، يعني دائما بارع في تدوير الزوايا عندما يكون هناك لغط في مكان ما. اليوم حلقتنا معك فيها لعدة عناوين، طبعا زيارة أمين سر الفاتيكان ويلي هو بمثابة رئيس حكومة الفاتيكان مش وزير خارجية مثل ما أطلقنا عليه الكاردينال بيترو بارولين. رح نحاول نحن وياك نعمل إحاطة، هو يغادر اليوم لبنان، رح نحاول نعمل إحاطة لهذه الزيارة بكل مفاعيلها سواء كانت رعوية أو سياسية. التعاطي مع هذه الزيارة يلي صار فيه كتير علامات استفهام حوله، سواء كان من بعض الأطراف المسيحية مثل حزب القوات والكتائب يلي ما حضروا إلى بكركي، سواء كانت جزء من تجاذب اللغط يلي صار بين بكركي والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يلي لعب الدور بتهدئة النفوس. حضرتك مفدا من البطريرك لما رحت حضرت اللقاء حول إطلاق كتاب الغدير. طيب رح نشوف وين وصلت هيدي الأمور بالسياسة ورئاسة الجمهورية، شو عم بيصير بكركي بحد ذاتها. هل أصبحت عاجزة عن جمع ولم شمل المسيحيين أو الأطراف المسيحية؟ كمان رح نحكي نحن وياك بهالموضوع. من أسبوعين كان السينودوس أيضا واختتم بكركي كمان مفاعيله، وسندخل إلى الموضوع الاجتماعي والتربوي عمليا، مدارس وغيرها. طلع الصرخة على كل حال. اليوم في بمجلس نواب جلسة للجنة التربية النيابية لدرس اقتراح قانون حول تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية رقم 515، وكمان في لغط عليه هذا القانون يلي أقر من 96 قد ما بيسمح لنا الوقت. ولكن دعني أبدأ من زيارة أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. توصيف الزيارة، كيف توصفها هذه الزيارة؟ هو موفد، هي زيارة رعوية، هي زيارة مقررة مسبقا وجاءت بدعوة من فرسان مالطا، ولكن حملت عدة أبعاد. وصف لها الزيارة تنعرف نحط العنوان. هلا منه موفد من قداسة البابا، ولكن هو بقداسة مالطا قال انه انا شفت قداسة البابا وحملني رسالة وحدة للبنانيين انه انتخبوا رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن حتى ينتظم البلد، حتى تمشي الحياة السياسية وتنحل كل الأزمات. هيدي قالها بالقداس، كان عم بيقول القداس مباشرة. بس قال انا زرت البابا وحملني هذا الطلب بس انه انتخبوا رئيس جمهورية. أنا مش موفد، هو جاي بزيارة قال بين رعوية اجتماعية، هي اجتماعية أكثر من هي رعوية. منظمة فرسان مالطا هي منظمة عالمية تهتم بالشأن الاجتماعي، وبالأوان الأخيرة عملت مشاريع كثير بلبنان على كافة الأراضي اللبنانية من الشمال إلى أقصى الجنوب، مشاريع زراعية، مشاريع استشفائية، مشاريع اجتماعية لمقاوي العجزة أو المعاقين. عندها صار يعني شبكة طويلة عريضة. بقى عيد مريحنا هو عيد منظمة مالطا. دعوا الكاردينال بيترو بارولين حتى يجي يقدس بهالعيد بهالمناسبة ويطلع على المشاريع المنظمة على كل الأراضي اللبنانية. هذا إطاره. هذا إطاره الأساسي. بس لما نحملوا الحبر الأعظم رسالة بالسياسة، رسالة سياسية أخذت منحى آخر. نعم. هلأ الموفد له غير مهمة. الموفد بيكون جاي حتى يعالج مشكلة معينة ويعمل يعني حل أو مفاوضات أو. هلأ هو لا جاي بهالإطار، بس على كونه هو رجل دولي، هو رجل الثاني بالفاتيكان، هو ما في يعني هالصفة اللي عنده إياها يسلخها عن شخصيته. بالتالي
صار على هامش هذه الزيارة لقاءات، أنا برأيي أخذ فكرة عما هو الجو السياسي في لبنان، أخذ فكرة. بالتالي بروتوكوليا ما في يجي ما يزور رئيس الحكومة أو رئيس المجلس أو يعني لو كان في رئيس لو كان في رئيس جمهوري ببلش برئيس جمهورية، إنه زلمة رجل دولة شغلة يعني بروتوكولية بين بمفهوم السياسي ورجال الدولة، ولكن بذات الوقت أكيد ما أجوا حكيوا قصص، أجوا حكيوا بالمشكلة اللبنانية. لا كان واضح من التصريحات اللي قالها انحكيت هذا إطار الزيارة. نحن ما فينا نعطيها يعني نكبر الحجرة، لأنه إذا ما صارش في نتائج بقولوا فشلت الزيارة. صح. لا، هي زيارة اجتماعية ببعد رعوي معين. اجا هذا الرجل الكاردينال نيافة الكاردينال بارولين، وكان يعني انا رفقته ببعض الزيارات تبع مالطا منذ عيد، قديش كان هيك مبسوط ومرتاح بهالعمل اللي عم بيعملوه منظمة مالطا بس اكيد ما كان مبسوط ومرتاح بما سمعه ورآه بالسياسي لبنان، سواء كان بمصير المسيحيين يلي حكي عن الخطر الداهم الذي يحيط بالوجود المسيحي تحديدا، عن الخطر الداهم أيضا بفراغ سدة رئاسة الجمهورية، والخطر الأكبر يلي هو غياب الحوار عمليا ما بين المسيحيين بين بعضهم وما بين كل مكونات النسيج اللبناني اللي هو اعتبروا انه نسيج مميز في هذه المنطقة. خليني بلش من الرئاسة تحديدا والفراغ الرئاسي. التقى عدد من رؤساء الأحزاب، من الفعاليات، من الشخصيات، منا ما أعلن ومنها ما لم يعلن عنه، طلب منهم عدم التصريح بعد اللقاءات خصوصا بالسفارة البابوية. شو سمع من هالأطراف؟ وصار في نسج وكلام بالإعلام سمعنا أنه هذه الزيارة منا بعيدة عن الترتيب الأمريكي الفرنسي أيضا يلي عم بيصير بين الفاتيكان وأمريكا وفرنسا حول مصير لبنان تحديدا، والاتفاقات حول المسيحيين، مصير المسيحيين في لبنان ورئاسة الجمهورية تحديدا. أنا إذا بقول لك شو صار حديث جوبا بكون عم بكذب عليك. أنا هيدي الجو العام مش مطلوب التفاصيل. هيدي لا ما بعرف، هيدي يعني لها طبع خاص، بس الجو العام هي اللي هو نحن كلنا بنعرفه. شاف إنه تيقول هالكلام اللي قاله هو نتيجة اللقاءات اللي عمله واللي سمعها، ما إنه عم بيحكي كلام. يعني وقت بيقول المسيحيين في خطر، عارف إنه في انقسام مسيحي، شعر استشعر بهذا الموضوع، هذا أمر طبيعي. وقت بيقول أنه انتخبوا رئيس جمهورية لأنه الوضع مش ماشي الحال، هيك مش ماشي، الدولة كلها مخربطة، كمان هذا سمعوا من الأطراف يلي شرحوا له ووصفوا له الواقع. وقت بيقول وضع المسيحيين في خطر في الشرق، كمان يعني اليوم بخضم ما يحدث وظل الوجود بلبنان، النزوح السوري وعدم يعني وجود آلية لتنظيم هذا الوجود وكذا، كل هذا من جابه هو؟ من هالأشخاص يلتقيهم. أنا بتصور هذا هو وسينقل أنا برأيي هذه الهواجس كلها لقداسة البابا، يلي احنا كلنا بنعرف أنه الفاتيكان هو يعني عنده دبلوماسية راقية عالية واسعة متشعبة مع أوروبا والاتحاد الأوروبي ومع الأمريكان، بالتالي هذا كله رح يرجع يعمل يقدر يكون عامل تقاطع مساعد يعني. تقاطع بين الأشياء اللي عم يشوفه المفدين الأوروبيين أو الأمريكي أو الأمريكان، يعني هوكشتاين أو لودريون أو كذا، بيعملوا تقاطع مع بعضهم حتى يكونوا فكرة. بس لما بيقول الكاردينال بارولين أنه جئت في محاولة للمساعدة على حل أزمة ومسألة رئاسة الجمهورية، معناتها أنه مش بس في سماع، في ربما طرح أفكار. هلأ ربما ليست مبادرة بحد ذاتها، ولكن في طرح أفكار. هل صحيح أن أفكار الفاتيكان أصبحت ميالة أكثر نحو الطرف الثالث أو الاسم الثالث بعيدا عن الانقسامات؟ أنا ما فيني أقول هيك أو غير هيك، فيني أقوله أنه اليوم إجا سمع وشاف
ومثل ما عم تقولي منا مبادرة، لكن قد تكون يعني قاعدة محفز. قاعدة لمبادرة مبنية على أشياء واضحة في ذهن القداسة البابا والفاتيكان، يعني اللي سمعوا ممكن بكرة يناقشوا فيه ويشوفوا أنه شو بلون A وشو بلون B وشو بلون C حتى نساعد اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية. يمكن إذا شافوا كلها مسكرة ومشان نجيب بدي يفتشوا على حال تاني وحال تالت. هذا أنا برأيي اليوم مثل واحد إجا هيك عمل مسح مسح هيك عمل جولة استمزج أراء أخذ فكرة، وعلى ضوء هذه الفكرة اللي أخذها اللي كونها قد يكون هناك مبادرة ما حتى يساعدوا اللبنانيين على انتخاب رئيس جمهورية. قد يكون يعني طبعا يعني في عمل عم بيتم بأروقة الفاتيكان لمساعدة. أنا مثل ما بقرأ وبشوف وبتابع في تواصل دائم بين دوائر الفاتيكان والفرنسويين والأمريكان. أنا بقرأ هيك يعني قد نكون على أبواب أكيد. مبادرة رئاسية أكيد. جديدة قد أنا أتمنى أن يكون هيك، لأنه حالة الجمود موجودين فيها نحن هي حالة قاتلة. كل يوم عم نروح ننحدر أكثر من نهار، كل يوم أكثر من يوم. بس لما نوصل لنقطة أن تبادر أو تبادر حاضرة الفاتيكان، يعني وصلنا إلى أعلى مستويات المبادرات عمليا، ومثل ما قلنا هي ليست بعيدة عن الجو الأمريكي والفرنسي. صحيح. هلا هو عمل لك أخذ فكرة سمع، وأنا على فكرة رجل يعني يقظ ومتيقظ، ومرة واحدة الواحد بالنهاية سيرفع تقريره أكيد إلى الحضرة. أكيد هو قال أنا رح أحكي يعني مع قداسة البابا، وقال إنه أنا بتناقش أنا وياه تقريبا يوميا بكل القضايا، وقت كان بإحدى جولاته على هذا يعني عم بحكي اجتماعيا رح نقول له هالفرح الموجود بهالمؤسسة وهالمؤسسة وهالمؤسسة، طبعا هذا بالشأن الاجتماعي، وأكيد رح نقول له اللي ما سمعه على الصعيد السياسي والوطني وما سينقله بارولين قد يكون قاعدة ارتكازية لمبادرة جديدة. إن شاء الله إن شاء الله أكيد عم نتفائل بهالكلام. إذا ما تفائلنا شو إن شاء الله، يعني نحن ما عم برجع بقول لك ما فينا نبني أمال، لأنه هو إجا يعني إجا بنية عمل اجتماعي. نعم. كان ملفت جدا طبعا كل الكلام الذي صدر عن الكاردينال بارولين كان ملفت، ولكن كان ملفت جدا كلامه في عين التينة عندما تحدث عن الحوار، عندما تحدث أنه هنا يبدأ الحل. يعني كل البعض فسره، كل واحد فسر عزو، البعض فسره انه هنا يعني يبدا الحل انه رئيس مجلس النواب ينزل يفتح المجلس ويدعي لجلسه، والبعض الاخر فسره من هنا يبدا الحل يعني من الدعوه الى الحوار وتلبيه دعوه الحوار. شدد الكاردينال بارولين على ضروره الحوار، وانه بالحوار وحده نستطيع حل هذه المشاكل. طيب هيدا مؤشر لشو اليوم هناك، أو الرافض الأساسي لطاولة الحوار هن المسيحيين تحديدا، القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية حزبين مسيحيين، وطبعا عدد من الأفرقاء الآخرين معارضة وغيرها. هل رح يتأثروا برأيك بهذه الدعوة عندما تقول الفاتيكان بأن الحوار ضرورة؟ دون شك الحوار ضرورة، وأنا بعتبر أنه الكل مثل ما بسمعوا بقرأ الكل بدون الحوار، بس مختلفين على طريقة الحوار. كلهم بدون الحوار بس مختلفين على الطريقة كيف ما نعملها، بنعملها طاولة مستديرة أم نفتح الجلسات ونتحاور بقلب الجلسات، بس كلهم بدون يحاوروا. أنا برأيي مسموح بعد برأيك بالحالة اللي وصلنا له نتوقف على الطاولة والكرسي والشكل؟ مش مسموح ابدا، وعلى الكل كلهم مش واحد وحده او اثنين او فريق، الكل بدهم يعرفوا انه هيدي خطيه كبيره، جريمه كبيره عم بيرتكبوها بحق الشعب اللبناني وبحق لبنان، وهيدي يعني هيدي على ضميرهم كلهم انه لازم يلاقوا طريقه يشيلوا الشكليات الموجوده ويروحوا
ينقذوا البلد، ينقذوا البلد. وقت اللي قال الكاردينال من هنا تبدأ الحل، عم يقصد هو طبعا هو رجل دولة، عم يقصد انه من مجلس النواب هون رئيس المجلس من هون. هلا اكيد ما بيفوتوا بالتفاصيل، ربما قد يساعدوا انه يطرحوا طريقة معينة، بس يعني كان عم بيحكي عم بيحمل مسؤولية مزدوجة. انا برأيي مسؤولية عم بيقول له لدولة الرئيس من هون بيبدأ الحل، وانت مسؤول كرئيس مجلس انك تمارس مسؤوليتك وعم بقول للاخرين احترام الدستور، بقول للاخرين تفضلوا لقوا طريقه حتى تقعدوا وتتحاوروا وتنجوا. يعني هذا انا هذا يعني اعطى حق للطرفين حق، بس مش انه بمعنى حدا يعني يكون انه هو صاحب الحق او هذا، اعطى طريقة حتى يجوا ينتخبوا. خلاص مجرد أن حمل المسؤولية للجميع، يعني للجميع المسيحيين وللأفرقاء الآخرين. على رئيس مجلس أن يمارس دوره كرئيس مجلس، هذا عم بيقولوا من هون الحل، وعم بيقولوا شرفوا أنتم حطوا إيدكم بإيد رئيس المجلس وانتخبوا رئيس. هذا طيب خلينا قبل ما فوت على موضوع الحوار، لأنه هذا بدنا نحكي فيه أيضا موضوع الحوار، خلينا نروح على اللغط اللي صار بموضوع عدم تلبية سواء كان الدكتور سمير جعجع أو رئيس حزب الكتائب سامي جميل الدعوة للقاء الكاردينال بارولين في بكركي. كيف قرأت بكركي هذا الأمر؟ هل صحيح أن هناك امتعاض في بكركي من هذا السلوك الذي قام به رئيس الحزبين؟ أنا بوصف لك وضع بوصف توصيف، يعني الامتعاد بزعل. أنا بكل بساطة بقول مثل بي جاي لعنده ضيف كبير عزم ولاده هين ملم على الغداء، أكيد إذا حدا ما إجا واحد من ثلاثة من أربعة أكيد بده يمتعد، يعني بيزعل، بيزعل لأنه مش بيزعل منه، بيزعل عليه لأنه كان حابب يكون موجود هذا بهالإطار هذا. واليوم ضيف كبير، هلأ ليش ما لبوا؟ هن مش مقاطعين بس أفضوا مفادين عنهم، يعني اثنينتهم إلوا دواعي أمنية، كان دكتور جعجع او الشيخ سامي. نحن دواعي امنيه هيك قالوا، هيك انا قريت يعني ما بلغوا لا واسمعنا قالوا انا قريت هيك انه ما قدرنا جينا بس بعتنا مفادين. يمكن كانوا مفكرين بيصير في قمه لقاء، هي جلسه انا برايي كانت إلى طابع اجتماعي أكثر ما إلى طابع سياسي، وهذا لأنه سمع من الأفريقاء كل واحد بحريته حكاه وكل واحد بيتناقشوا. أخطأ سمير جعجع وسامي جميل بعدم الحضور إلى بكركي وحضور هذا اللقاء. هن بيقدروا إذا كانوا أخطأ أم لا، بس أنا كان يعني الصورة حلوة لو كانوا كل الأقطاب المسيحية موجودين بهاللقاء هذا. هل بتقنعكم عذر الوضع الأمني، خاصة لما بيكون من يومين الدكتور سمير جعجع عم يتعشى بمطعم بجبيل والشيخ سامي جميل ما بفتكر انه عازل حاله وقاعد بالبيت، هو يتنقل بحرية ولو كان في إحاطة أمنية؟ يعني هن أدرى إذا كان في عندهم خطر أمني، لأنه الخطر الأمني هن عندهم، يعني أنا مش عم بعطيهم أسباب تخفيفية بس عندهم هن أجهزتهم يلي بتتمر. انا نحن عطوا هالعذر، نحن بترك يعني قبل هلا قالوا اعتذروا قالوا، بس انه برجع بقول لك كانت الصوره حلوه لو كانوا كلهم فوق حتى سيدنا البطرك. هل هي مقاطعه لبكركي؟ هل هي مقاطعه للفاتيكان؟ هل هي مقاطعه للاثنين سوا؟ هل هي تسجيل نقاط؟ شو؟ أنا خاصة معلش هون بدك تسمح لي كون كتير صريحة سيدنا، المعلومات تفيد بأنه دكتور سمير جعجع كان عاطي أوكي أنه نازل، وحتى ذهب أبعد من ذلك طلب تغيير الموعد من لقاء إلى غداء، يعني هل قد كان رايح بعيد فيها؟ والشيخ سامي جميل كان عاطي أوكي أنه طالع، لما نعرف أنه دكتور سمير جعجع مش رايح
اعتذر وأوفد النائب نديم جميل. شو يعني هذا الشيء؟ ست سمر أنا ما فيني حلل لك ليش إني عملوها. هلا بفهم تحفظ. لا مش متحفظ يعني. لو بعرف بقول لك بكل بساطة. بس أنا اللي بدي أقوله بهذا الإطار اليوم يعني نحن قدام حدث يعني كان جميل وحلو. هلا كانوا مأكدين وبطلوا ما بعرف شو الأسباب. بس يعني دائما أنا ما بقول هني قاطعوا هني ما قاطعوا هني أوفدوا عنه النواب. هني ما شاركوا شخصيا بس ما قاطعوا يعني موقفهم كان بهذا الموضوع شوي يعني ما بدهم يكسروا الجرة وعطوا أسباب. إن شاء الله أنه يكون في تنعرف بعدين ليش القضايا صارت هيك. مين ربح مين كسب وسجل نقاط بهالجولة بما أنه هن بيسجلوا نقاط بين بعضهم؟ يعني اليوم سليمان فرنجي وجبران باسيل سجلوا كرة في ملعب سمير جعجع وسامي جميل. هن يمكن سجلوا نقطة أنه هن حاضرين أنه يلتقوا وقت اللي سيدنا البطرك بدعيون وأنه هن حاضرين أنه يمكن يكسروا الجليد بين بعضهم. ودائما هذا مبدأ عام اللي بيقاطع اجتماعات بدنا بكركي وغير بكركي نحن إذا كنا مدعوين عشان محل وقطن دائما بيقاطع أو ما بيشارك بيخسر. هذا بالمبدأ العام. أما اللي بيكون موجود بيكون هو موجود وبالتالي إذا كان في إشي بتعجبه أو ما بتعجبه بيكون عارف عن القضايا كيف عم بتصير. إذا خسروا إن شاء الله ما يكونوش خسروا. إن شاء الله ما يكونوا خسروا. طيب قبل ما نروح على موضوع الاجتماع المسيحي في بكركي وعدم قدرة بكركي حتى الساعة من إقناع الأقطاب للاجتماع علما أنه صار واضح وين الخلل عمليا، خلينا نروح إلى مقاطعة من نوع آخر يلي هي مقاطعة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لهذا اللقاء أيضا يلي كان بضم رؤساء الطوائف أيضا كانوا مدعوين وكان أراده سيدنا غطاة البطريرك الراعي لقاء جامع على المستوى الوطني. صار هذا اللغط خلينا نقول سيدنا البطرك بعضة الأحد على الدوز شوي يعني شوي كتير على الدوز وورد في العظة توصيف للمقاومة في لبنان بالإرهاب. هلأ كيف تفسرت بعدين ومحاولات تخفيفية وأنه ما أصبت الحزب الله أصبت الفصائل الفلسطينية هذا موضوع آخر ولكن صار هذا الكلاش. هو العبارة كيف إجت مش هيك موجودة عندك العبارة؟ هلأ منجيب العبارة. يمكن قال انه وقف الاعمال الارهابيه انطلاقا من الجنوب. صحيح. هذا اللي صحيح اعتبروا اخواننا انه هذا لطشي للمقاومه اتهمها بالارهاب ما هيك. وعلى هالاساس صار في يعني هالتصعيد على وسائل التواصل الاجتماعي و سمحت الشيخ عبد الخطيب اعتذر باخر اللحظات عن الحضور يلي هو نائب رئيس مجلس الإسلامي نائب رئيس الشيخ الأعلى مع انه كمان كان مؤكد حضوره. هلا طيب بتبرر له اول شيء الاعتذار؟ هلا انا خليني بلش بقصه المقاومه وبعدين بننتهي بالمتحن. انا ما بدي برر كلام سيدنا البطرك ولا بسمح لنفسي برره ولا اقول أنا ممكن فسره بس بدي يروح بالموضوع بالعمق بالأساس. اليوم خلينا نشوف مواقف سيدنا البطرك من المقاومة من وقت ما انتخب بطريرك. بلش من هون ونوصل تنشوف إذا كان اللي قاله كان بقصد فيه المقاومة أم لا. المشاهدين عم يسمعوا. سيدنا البطرك وقت اللي صار بطرك قام بزيارات لكل المناطق اللبنانية. منا بعلبي ومنا بجنوب وكان على رأس المستقبلين فوق
من حزب الله، من حركة أمل، المقاومين، وكان أحسن استقبال. بعد بك عملوا استقبال كبير بجنوب، تعدى عند الرئيس بردي بالصيلح وزار كل، وكان له استقبال كبير، وكان حي المقاومة فوق، فيش محل يوصل فيه إلا ما يحيي المقاومة، خاصة بجنوب منيح ممتاز. الشغلة الثانية، كل ما يكون في أي مناسبة عند حزب الله، وأنا بخبرك أنا أنا كنت ب 99% من المناسبات روح مس الغبط، صحيح، كان بعيد المقاومة، ساعة بسور، ساعة بمشغرة، ساعة بعلبك، ساعة يا أبونا عبدو ما نعزبك مسلنا بهال شيك. هذا شيء تاني، بيكون معترف بالمقاومة مش معترف فيها، تكون موجودة بالمناسبات اللي بيكون فيها يعني حزن وهيك، تفضل روح مثلنا. نعم، كله تمام، كله هذا شو بدل على انه زلمي معترف بوجوده؟ طيب لماذا اذا هلا خليني اكمل لك، هو بيعرف انه هذا مكون لبناني موجود، عنده فكره السياسي، عنده كذا، ولكن هو ببعض الأشياء ما بيوافق عليها فيها، ولكن هذا لا يفسد في بالبدي قضية. احنا كل واحد عنده حق يقول اللي بده يقوله عن الآخرين، بالتالي انه هودي كلهم بيدلوا على شو، على انه طيب نحن انتوا اهلنا ونحن لبنانيين مع بعضنا وكذا، معترفين بدور المقاومة، بس فينا نختلف بالرأي، ولكن نحن في نقاط نحن مختلفين فيها، منه قضية سلاح المقاومة، كان دائما بيقول نحن بدنا استراتيجية دفاعية وبدنا سلاح واحد، سلاح الجيش، هي بيقولها سيدنا موضوع الحرب هلا، وإلى بكل جولاته، يعني ما بيقول شغلة فيها سمح الله خبسنة أو بنحكي شيء وبنقول شيء ثاني، قالوا هودي عمل قصة الحياد والحياد الإيجابي، وهون كمان صار فيه حياتي عملت لغط كبير، يعني لغط كبير، بس ما كمان ما فسد في الودي قضية، دل في تواصل فسدت موجود، فسدت شوي ورجع جلس في الموضوع، في تواصل، نحن عم نقول يا خيي نحن بنعرف انه هودي مشروعين، مش اول مرة سيدة معي صارت واضحة الصورة، مش اول مرة بيصير، بس ما وصفهم بالإرهابية، انتبهي هاد بدي اقول لك اياه، اليوم هو فتح، فاذا لمين وردت هيدي الكلمة اللي وردت بالعزم؟ انا لانه وبترك فاتح خط تواصل مع حزب الله، في لجنة موجودة، صحيح، يعني بتجتمعوا كل الشيخ فريد والأستاذ وليد غيار على طول على تواصل مع لجنة قبالهم. طيب هل من المعقول أنه البترك يحاور إرهابيين ويعترف يعني دائما بالمناسبات يكون موجود؟ طيب إذا لماذا ورد هذا الموضوع؟ أنا بقول لك هذه الكلمة مش قاصد فيها البطرك المقاومة، مين قاصد فيها؟ قاصد فيها الإرهاب الإسرائيلي، يعني ما الشيء اللي عم بيصير عمل إرهابية بمعتبرها الإرهاب الإسرائيلي، الأعمال الإرهابية في الجنوب، يعني هذا بدي أقول لك مش مقنع، مش عم برر، بس ما لا مش معقول ينعتهم بالإرهاب، هذا بدي أقول لك إيه، يمكن يكون عم بيقصد إنه في أعمال عم بتصير حربية، يمكن بدنا نقول حربية الإرهابية، بس بالعمق لا يقصد هذا الموضوع، انا عم بقول لك لانه والا كان من اول الطريق ما يعني ما تعامل معه بالطريقه، يعني بس اخر مره كلفني كمان يروح عزي بوالدته للشيخ السيد حسن نصر الله، نعم، رجل منه مش معقول، يعني هذا يمكن في سوء فهم بالموضوع، انا ما عم برر، بس هذا هو اللي بيقرا كل هالعلاقه الموجوده اللي فيها مد وجزر وفيها أخذ وعطى. طيب سيدنا، هي المشكلة فيها سخون وبرودة، هذه الكلمة لما نقالت أول شيء نقالت بعضة مكتوبة، أوكي، يعني مش ارتجالة نقول في زلة لسان أو زحطة فيه، كان الحل بيكون أنا برأيي أنه واحد بيقب التليفون سيدنا شو بتقصد فيها هذه، نحن مقصودين، أو اللجنة الموجودة دغري تتصل ببعضنا شو موجودين اللي. تتصل أنه شو خي هالكلمة عملت لنا قصة، عملت لنا لغط، كان نلاقي الحل، هذا انا برايي، يمكن لانه صار في خلينا نقول عمل تراكمي، يعني مش تراكمي، في اكثر من محطه استفز في شغله نحن مش عم ننتبه لها، لا لا، الثنائي الشيعي بكلام البطرك، نحن في شغله مش عم ننتبه لها، انه نحن عم نحكي بس في شبكات تواصل اجتماعي، صحيح، وفي جيش
إلكترون. في حملة كتير كبيرة، حملة تخوين. لا من الجهتين، من الجهتين أكيد، مش إنه عم بحكي إنه نحن يعني من مسيحي ومن المسلمين والشيعة قاعدين عم مترسين ليل نهار، إذا واحد كلمة زمطت دغري بتفتح الحرب. هيدي هي اللي شعلت الحرب امبارح وعطلت وعملت ضغط شعبي. هذا الموضوع بدنا ننتبه له كثير، نحن عم نشتغل عليه. يعني كل مره بنقول لهم يا شباب روقوا البال شوي، من جهتنا ومن جهتهم ما بيسوى كل كلمه نحن ناخذها ونبني عليها. مرقت الكلمه نجي بنهد البلد، عطلنا شغلات. هذا في مازال في لجنه تواصل وحوار، هذه شغلتها هلا. طيب هلا يعني حزب الله وثنائي الشيعي مقاطع بكركي؟ أنا ما بفتكر. لا أنا عم بحكي، أنا اللي وقت حكيت مع سماحة الشيخ على الخطيب حكينا بكل صراحة، وأنا قلت لهم يجب أن يكون هناك مصارحة بالري مش باللي عم كتبوا مصالحة، يعني مصارحة. نحن لازم نصارح بعضنا. أنا إذا سمعت شغلي زعجتني بلقط التليفون وبحكي، هذا المطلوب اليوم هيك بسأل بشوف. وإذا كان بده يكون في لجنة تواصل خلينا يسألونا. شو كان جواب؟ شو قال لك الشيخ علي؟ الشيخ كان كتير متفهم، وقلت له أنا أنه نحن سيدنا رجع، رغم أنه صار في اليوم هذا أو فدني يقول لك أنه هو قلبه كبير بكركي ما بتقاطع، إذا في شيء لغط معين كنت أتمنى لو طلعت وسألت السؤال لغبطه مواجهة، هو موجود فوقي وكان كان سمعت الجواب يعني منه بالمباشر، كان يمكن أفضل. هلأ أنا بتفهم أنه قدام يعني الضغوطات الموجودة، برجع بقول لك نزلتي على المجلس الشيعي الأعلى، في ناس اعتبروها انبطاح وما انبطاح، أنا يعني بحترم رأيهم. أنا نزلت مرفوع راسي ونزلت إلى تحت، عطلت كل التشنج وهني قالوا لي، وبالتالي هذا الأمور ترجع يعني. كان في كلام للشيخ علي الخطيب باستقباله السفير الإيطالي، نعم. كان كلام مهم بيقول لم تكن هناك مقاطعة، نعم. للموفد البابوي، وإن العلاقة بين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والفاتيكان هي علاقة ممتازة ويسود الود والاحترام، لكن موقف غبطة البطريرك يوم الأحد بالنسبة للمقاومة هو الذي فرض علينا عدم المشاركة، نعم. وكنا نتمنى توضيحا من البطريرك لهذا الموقف، وقد جاء التوضيح متأخرا من خلال مونسينيور عبدو أبو كسم، إلا أن هذا لا يعني مقاطعة بين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وبكركي، وبخاصة أننا ننسق مع البطريرك في معظم الأمور التي تخدم الوطن. صحيح. أنا بحب أقول لك أكثر من هيك، نحن في لجنة معمولة صار لها تقريبا شي سنة، فيها من يعني من مفكرين مثقفين مع احترامنا للكل، ومنهم يتعاطى الشأن السياسي، عم نجول على المرجعيات الروحية تنخلق جو تقارب. كيف هذا الجو موجود، وأنا بقت قلت أنه غامي وبتقطع، وهي كانت قاطعة الغامي، ولكن أنا تمنيت وبرجع باللي قلت لو قبل التليفون وحكي هذا، ونحن اللي قلته هلا كنت بقوله أنا هلا. هني كمان على ما يبدو بكلام الشيخ علي الخطيب كانوا متمنيين لو جاء التوضيح، يعني مجرد ما صارت الحملة انتبهي. يعني هلا صار سبق مين بيقب التليفون قبل؟ لا 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 صراحة تعرف يعني شو، وهذا صدقا سيدنا البطرك ما كانش عارف البطرك انه في هالجو هذا، وقت اللي سألوه انه ليش ما اجي قالوا ما بعرف، مش عمي موه الامور غبطه، مش عارف بهالجو التشنج اللي كان، وانا ما كنتش عارف. وانا قلت له للشيخ يا ريتك حكيتني، كنا نعمل ما نعمله منا يعني شغله. برجع بقول لك ما في نيه سيئه بالكلام له سيدنا البطرك، ربما قد يكون يعني هالكلمه قطعت واستغلوها. يعني برايك ما رح تترك تداعيات رح ينحل هذا؟ هيك صار في شيء اكثر من هيك عمر. نحن طيب سيدنا البطرك حكي إيه هالكلمه، طيب ما هن يعني ب وسائل التواصل وشبكات التواصل الاجتماعي من مدي حطوا صورة سيدنا البطرك لابس بدلة ضابط إسرائيلي. وقت اللي نحن تواصلنا بلجنة التواصل قالوا يا عمي نحن في توصيات من سماحة السيد لكل المحزبين لكل
ما حدا يتعرض لأي شخصية دينية وبخص شخص البطريرك. هيدي يعني شبكات تواصل يعني متفلتة، ما عملنا قضية منها. نحن سجلنا اعتراضنا وقلنا انتبهوا وعملوا ضغط لبدكم إياه، شوفوا مين وكذا، أنتوا تابعوا وما بدنا تتكرر القضية. يعني نحن ببلد بيصير فيه، بيصير بدي أقول بيصير فيه هيك وهيك، بدنا نكون نحن شوي كبار. لأنه طيب إذا على مستوى الديني اختلفنا، شو بدنا السياسي مختلفين وبالاقتصاد مختلفين. نعم. كلام إذا اختلفوا رجال الدين بعد شو بيقبل البلد؟ كلام المفتي جعفري الممتاز شيخ أحمد أبلان كان أعلى وتيرة. نعم. من كلام الشيخ علي الخطيب، وذهب أبعد يعني نداء إلى أمين سر الفاتيكان بارولين أنه لا يمكن لروحية المسيح ومحمد أن تكون مع ظالم أو طاغية أو تتملق المواقف التي تصب بصالح القتلة والمجرمين، إلا أن بعض الرؤساء الروحيين في بلدي يرون ما تقوم به طائفة الفداء الأكبر وجماعة مقاوميها إرهابا ممقوتا لابد من ردعه ومنعه. واعتبر أنه أن المطوب بالحق لا يدعو لموقف ينتفع منه الجلاد ويقوم به المجرم. يعني وخلاص يعني ما رح ارجع اقرا البيان كله، ولكن يعني كانت نوع من خلينا نقول شكوى. شكوى وفي تربيح جميلي بعدين انه نحن مسيحيين. في خصوص انتخاب رئيس جمهورية لبنان أقول لحضراتكم الكريمة إننا نريد رئيسا مسيحيا للمسلمين بمقدار لهفة المقاومة المسلمة وتضحياتها في سبيل كنائس المسيحيين، وهذا لا يكون إلا بالتوافق الضامن لوطن المسلمين والمسيحيين. طيب أنا بدي أقول بهالمجال تفصلوا بين كلام الشيخ أحمد أبلان وكلام الشيخ علي الخطيب. أكيد أكيد. نحن أنا عدة مرات حكي مع شيخ أحمد، هو صديق. يا شيخ أحمد بدك تقوله قوله بهيك بنوع من السلام والمودة، ما بيسوك المرة إنك تجي تهجمنا. نحن وحتى اتفقنا نعمل جلسة أو جلسين بعد ما صارت هالكلام. رح تشوفه أنا بدي شوفه. طلبت موعد يعني؟ لا 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 ولا بعد ما طلبتش موعد، وبفتكر ما بدي موعد، بقب التليفون وبروح لعنده. هو صديق مني يعني، بس أنا كمان زعلان منه هلا، لأنه هالكلام هذا بهالجو هذا خلق استياء مسيحي. هلا مثل ما بيقول لي يمكن كلام سيدنا بطرق خلق استياء شيء. طيب نحن إذا كان هذا الموضوع هاي بنعمل وحدة بوحدة يعني، أما بنيجي بنشوف وين اللغط الموجود حتى نحن نكون عم قدام شعب نصلة وصل وتواصل. بدك تقلنا يا شيخ أحمد نحن موجودين ونحن حدك ونحن كمان منحبك ومنحب كل الناس، بس ما فيك تيجي هيك كل مرة تعطينا دروس بالوطنية ودروس بالهذا هلا على ما يبدو يا سيدنا الطرفين ما حد عم بيقصر. هلا هذا ما نقوله نحن برجع بقول لك رجال الدين بدنا ناخذ هالمنحة. نحن شو تركنا لغيرنا؟ نحن ما نكون اطفاجية بمجتمعنا، نحن ما نقرب القلوب على بعضها، مش معنى نحن نجي نجيش الناس ضد بعضها. هلا ما اقتصر الموضوع على هيك بس، لانه على ما يبدو انه في بعض رؤساء الاحزاب المسيحيه تحديدا يلي لقيوا بهالموضوع مناسبه حتى يحسنوا اوضاعهم ويعملوا شعبويه. صحيح. بتوافقوا على الكلام اللي قاله الدكتور سمير جعجع والشيخ سامي جميل وكل البيانات اللي طلعت على خلفيه الدفاع عن بكركي والبطرق، ولكن كان واضح انه فيها شعبويه؟ لأقول لك شغلي، كركي بحاجة لحدا يدافع عنا؟ كركي هي بتدافع عن حالها أكيد، وولادها وشعبها هن كمان كانوا على مر العصور كمان هن حد صد منيع منهم أحزاب. نحن بس بهي الحالة نشكرهم. نحن لا نشكرهم، بس أنا بدي أقول لك شغلي، اليوم اللي بيحكي بالسياسي بده يلقى بالسياسي. الكلام اللي حكيه الشيخ أحمد هو بالسياسي. يعني أخذ طرف وشيخ وعمل وطلع وتوجه ردوا عليه بالسياسي وحقهم. يعني الأحزاب بترد بالسياسي. بكركي في شعرة صغيرة بين الشق السياسي والشق الوطني. وقت بيحكي الواحد بالشق الوطني شيء بالشق السياسي شيء تاني. يوم حكي بالسياسي الشيخ أحمد ردوا عليه بالسياسي، حكي وطنيا نتناقش نحن وياك. بقى نحن بنشكر كل يعني بنشكرهم على الغيره للشباب،
كله سوا، ولكن نحن ككنيسة ما فينا ناخذ موقف حد بهالشكل هذا ونعمل صدام ياخذ وجه ديني نهدم البلد نهدم البلد. على كل حال يعني ان شاء الله كل هالامور نقدر حلحلها تما تتكرر، لانه هذا بيعمل تشنج بالبلد نحن هلا بالايام. فاذا فينا نقول انه الامور ذاهبه الى حلحله وما في قطيعه بمفهوم القطيعه. ليكي ست سمر، ست سمر، نحن اذا ما بهالظرف هذا تصرفنا بعقلانيه بنكون عم ندمر حالنا. ما عادش في بقى شيء بعد، في اذا بدك مثل ما بيقولوا الازمه الداخليه، نرجع نفوت ببعضنا نعمل حرب نخلص خلص. نحن مدعوين انه نكون عم هالقضايا كلها عم نحلحلها بشكل تخلق على القليل سلام داخلي بين اللبنانيين. رح اتوقف انا وياكم المشاهدين مع فاصل اعلاني قصير، اعود بعده وادخل الى موضوع بكركي والمسيحيين و يعني عدم القدرة على لم الشمل المسيحي، كيف بده يتعالج هيدا بالمرحلة المقبلة. فاصل ونعود. برحب فيكم من جديد مشاهدينا، أرحب مجددا وأتابع الحوار مع ضيف المونسينيور عبدو أبو كسم. أهلا وسهلا فيك من جديد. لماذا حتى الساعة كركي عاجزة عن لم شمل الأقطاب المسيحيين عمليا؟ سيدنا البطرك قال لي أكثر من مرة أنه أحب شيء على قلبه أنه يقدر يوصل يجمع الأفرقاء المسيحيين الأساسيين على موضوع أنه الاتفاق على انتخاب رئيس جمهورية وغير، يعني نحن نطمح أن يكون في استراتيجية مسيحية موحدة بين الأفرقاء. وعمل كل يكون في استراتيجية مسيحية بده يقعدوا مع بعض. ايه، وعمل غبطه كل المحاولات، يعني اخر شيء وصل يعملوا رياضة روحية داير عني ويعرفهم ويحكي، يعني عمل كل المحاولات. انا بعرف سيدنا البطرك رجل لا يستسلم وعطول بيحاول، ربما عم يخدهم هلا بالمفرق بيشوفهم واحد ورا الثاني كذا لحتى نقدر لا مش عم يجتمعوا بدك تسأليهم لهم. بس لا انا بدي اسالك لك، لا لو البطرك مش عم بيعمل محاولات تساليني. طب شو عم بيكون الجواب؟ يعني اليوم الجواب مثلا ابرز المعارضين، يعني سلامي فرنجي ما عنده مشكله، جبران باسيل ما عنده مشكله، ابرز المعارضين هو دكتور سمير جعجع. ما سالته ليش ما بدك، يعني هلا الجواب الكليشيه تبعه انه اجتمعنا من قبل ولم تحترم الهده وما وصلنا لنتيجه، ليش بدنا نكرر انه هذا الحوار لن ياتي بنتيجه، اجتمعنا قبل وما طلع شيء، وليش بدنا نضيع وقتنا ونجتمع هيك يعني. لو شايف انه في نتيجه هو بيقول كان بيحضر. هذا الجواب هيك. هلا شو كان الرد على الرد؟ انه شو بده يقولوا له؟ يعني هذا رايه. يعني هو صح، اتفقوا على شيء وبعدين نكل فيه راحت ما صار. طيب هلا شو الطريقه الثانيه؟ ما فيني اقول لك، نحن بننطر الروح القدس بركي يعني بحل على مثل محل روح التلاميذ. القدس بحل على الابرار، بحل على الكل، مش على لا كلهم فيهم خير والبركه، كلهم فيهم خير والبركه، بس انه ربما يعني نتكل على يعني لحظه معينه قد تكون تحصل بالسياسه او غير السياسه، يرجعوا الأفرقاء يتفقوا على صيغة معينة. هذه بتصير هذه، يعني بلبنان كنا نوصل على فكر أنه صار في حيط مسدود، نرجع نلاقي بلحظة يصير شيء يرجعوا. هذا نحن معولين على هذا الشيء، أنه يصير شيء يعني عمليا ولا بدنا نتفادى أنه وقت يصير شيء. وقت البي بيقول لهم أنا بيتي مفتوح وقلبي مفتوح وساعة البتكون تعوا تنحكي ونحن أنا بحب شوفكم وبحب هذا، ما بيتجاوب عطول في عطول في ابن ضال باللعبة. يمكن ما فينيش اللي في ابن ضال، انا يعني بنحترم نحن كل بالنهايه اللي بيشتغلوا سياسي. بالنهايه كان دكتور جعجع او الشيخ سامي او الوزير باسيل او سليمان الوزير فرنجي بيشتغلوا سياسي، كركي ما بتشتغل سياسي. هذا اللي اذا بدك ما عم بيخلي الامور
شو بتشتغل بكركوك؟ بتشتغل بشيء وطني. بس بدو بعد سياسي بالنهاية. في شعرة صغيرة ولكن لا، بالسياسي في عندك أهداف معينة ربما بتختلف من شخص للتاني، من حزب للتاني. الشيء الوطني في إجماع، كلنا مجمعين انه لازم يكون في حريه وسياده واستقلال، كلنا مجمعين انه لبنان هو لكل اللبنانيين، كلنا مقتنعين انه نحن بدنا نحقق المساء الوطني بلبنان ونحافظ، هودي ثوابت وطنيه بكركي بترتكز عليها. ما بالسياسي في غير افكار، ما بيقدروا يلتقوا يمكن مع هالشيء اللي بالسياسي مع بعضهم، كل واحد عنده هدف معين. نحن برجع بقول لك متكلين ان يكون هناك نقطة التقاء معينة تجمع بين الكل ويرجعوا، والباب مفتوح، يعني ما حدا عنده خصومة شخصية مع سيدنا البطرك. أنا بقول لك كلهم عندهم مودة وتواصل مع السيد البطرك، في اختلافات بالسياسة. بالسياسة تركنا نشتغل السياسة. طيب ليش اليوم سيدنا بالوقت يلي بكركي ما عم تقدر تقنعهم يقعدوا على طاولتها على مائدتها عمليا للحوار، ما بتشجعهم على الذهاب الى الحوار الابعد مدى؟ يعني الحوار مثلا، شو من المشكله ببكركي اذا شجعت على تلبيه دعوه الحوار الوطني يلي داعي له رئيس نبيل؟ هي مشجعه، هي يعني ما عم نسمع كلام بالصيفية، لا عم نسمع انه من سيدنا البطرك احترام الدستور، صح، الذهاب الى انتخاب حتى بالتوصيات السينودوس الاخير بالفقره لم ترد التشجيع على الحوار او الدعوه لتلبيه حوار او الجلوس الى طاوله حوار. سيدنا البطرك رايه واضح بهذا الموضوع، انه خلينا ينزلوا على المجلس تخبوا عملوا جلسات، ما هذا حاور بقلب المجلس بترك مع هذا الموضوع. نعم، برجع بقول لك في يعني فكره الحوار موجوده، اما الطريقه مش عم يتفقوا عليها. لانه ليش؟ لانه بيقولوا لك ما بدنا نحن نجي نكسر الدستور. الدستور بقول هيك نمشي، وعلى جنب الدستور بنحاور. هذا الموضوع ما بده يخلقوا سابقه، يعني تطلعي بهذا الموضوع بتلاقي كل طرف عنده طريقة معينة بيقنعك فيها بهذا الموضوع. نحن في عنا دستور. في عنا دستور ممتاز. بس هون بيطلع لك حدا بيقول لك جيب لي محل بالدستور بيقول انه الرئيس مسيحي. ايه هلا في العرف. عرف موجود. عرف الرئيس مسيحي. صح. بيطلع يقول لك طيب اذا هذا عرف الرئيس مسيحي التزم لي بالدستور عمول معروف، الدستور ما بيقول الرئيس مسيحي. مش رح توصل معهم لهون، انا برأيي نحن عم نوصل حالنا لهون. احنا مش عم توصل معهم لهون لهالسبب. انا برجع بقول لك يجب انه ايجاد مخرج معين، واللبنانيه رب المخارج رب الفتاوى، ايجاد مخرج معين لحتى نرجع نلتقي وننتخب رئيس جمهوريه. عندنا قانون، عندنا دستور نحن بنلتزم فيه، ولكن الى جانب هذا الدستور اذا كان في ضروره لاقامه حوار فليكن، نطبق الدستور ونحاور. هذا المنطق بقول هيك بنفس الوقت نفس وليس الوقت. الجلوس الى الطب اليوم في فرصه في فرصه تعتبر خلينا خاصه للي عم بيقول انه في عنا سوابق او لا نثق بالمسار اللي راسمه الرئيس بري، خلينا القوات الكتائب المعارضه التغييريين في عنده الخوف. يعني دائما الرئيس بري يعني هو محنك بالسياسة وبتدوير الزوايا وبما يسمى بالأرانب يلي بيطلعها وكل هذا الأمر. طيب هذا الرجل عم يجي يقول لك تعا عود على طاولة حوار اتناقش أنا وياك، لا بدي أقنعك ولا يمكن لا أقنعك ولا تقنعني ولا حطت لك الفرد براسك ولا جابرك توافق، أقول لك تعا عود نهار نهارين يمكن ساعة يمكن ساعتين ومن بعدها في ضمانات كاملة أنه نذهب إلى جلسات مفتوحة. طيب عم يجي يقدم لك شيء رائح على طبق من ذهب، خلينا نقول ليش ما بروح فيه للآخر؟ يعني وقفت الشغلة على ما بقعد على طاولة بس بتحاور ما هي ذاتها، شو اختلف الموضوع؟ الكتل كلها موجودة. شو اللي يعني صارت القصة عنزي ولو طارت؟ صار في محاولات كتيرة من يعني بعد كتلة الاعتدال والكتل هودي وكتل كل المبادرات اللي عم بتصير كلون والتيار مبادرة. طيب إذا هودي ثلاث كتل كبار مش هيك،
طيب وما قدروا وصلوا لحل بهذا الموضوع. معناتها أنا برأيي لم يحن الأوان بعد انتخاب رئيس الجمهورية. هذا إذا واحد بده يكون عقلاني، ربما يعني في إرادة مخفية معينة بهالوقت هذا، ما بدنا ننتخب رئيس، وكل ما يوصلوا ل مخرج معين بيجعل. عند مين هيدا الإرادة؟ ما بعرف، ما فيني أقول لك. أنه عادة يلي ما بده ينتخب رئيس بيكون عادة هو المعرقل. يعني هيدي في شيء قطبي مخفية بهذا الموضوع. وقت الثلاث كتل، ها، وما عندي كتلة الرئيس بري كمان، لأنه هو كمان طارح الأربع كتل. صحيح. بالمجلس عم يحاولوا يعملوا مخرج لموضوع الحوار، وممكن ما يوصلوا على حل، يعني يوصلوا آخر مرة لا شوي طارت خبرية. معناتها في، أنا برأيي مين ما بده؟ دكتور سمير جعجع ما بده رئيس؟ لا مش عبق، مش مين لك؟ يعني هلأ اللي رافض الحوار هو دكتور سمير جعجع وسامي جمي، رافضين طريقة حوار معينة، مش رافضين الحوار بالمطلق. ما هي الطريقة، هلأ فينا نتذرع بالطريقة. لا أنا بس في رفض للحوار مش بالمطلق، بمفهومه الواسع مش بمفهومه الضيق. يعني يلي بده حوار حقيقي ما بيوقف على شكل الحوار، لكن ما فيك يعني نحن نرمي تهم جزافا. الحوارات موجودة بين كل الأطراف، يعني موجودة بالمفرق، بس الحوار صحيح. العام مش يعني مش مقطوع الحوار بين القوات. بس إذا كان هذا الحوار العام هو يلي بده يكون الطريق، يلي بده يفتح لك الطريق إلى جلسات مفتوحة، يلي هي طلبك عمليا مع تعهد بأنه ما بيكون عرف، ما بيكون عرف وتعهد بانه ما حدا بيظهر من الجلسات. طيب شو احسن من هيك؟ بوقف على الطاوله والكرسي. هلا هذا انا ما فيني جاوبك علي، هن عندهم اسبابهم ممكن، ولكن برجع بقول لك شغله وحده، وقت انتخاب الرئيس عام بين سنتين ونص صحيح، وشفنا انه الدنيا ما راح وفي ليله بين ليله وضحاها. ليه؟ لأنه اجت كلمة انحلت من برا. من برا، وهلا أنا برأيي بده يجي الحل من برا، كلهم ناطرين كلمة سر من برا. يا لطيف، الاتفاق الأمريكي الإيراني يعني؟ ممكن، يعني نحن عم بنحكى بكثير تغيرات بمنطقة الشرق الأوسط، على أساس الشيء اللي بده يصير، على أساس الانتخابات الأمريكية وإيران وحرب غزة، كله هذا مشروع نحن مش براته. نحن جزء من التركيبة اللي بدها تصير، وبدنا نشوف على أي أساس لازم يصير. على أي أساس اليوم قديش الوقت لصالحنا وسط المخاوف على الوجود المسيحي في المنطقة وليس فقط في لبنان، ووسط كلام كبير بيقول قد يكون العماد ميشيل عون هو آخر رئيس مسيحي للبنان. هلا الوقت مش لصالحنا، بس هذا كلام كنا نسمعه مش من هلا. صحيح. يعني قبل ما انتخبوا الرئيس عون قالوا هذا بده يكون آخر رئيس. إن شاء الله لا ما رح نوصل لهوني، بس هذا مخطط له. هذا مخطط له، يعني عم بحكيك قبل انتخاب الرئيس عام بسنتين وكذا، قالوا إذا أجا رئيس هذا بده يكون هذا آخر رئيس مسيحي. بس أكيد نحن ما رح يعني هذا الموضوع، هذا المفروض أنه يتطلب تكتل مسيحي وتضامن مسيحي. هذه اللحظة الحاسمة، هذه اللحظة الحاسمة اللي أنا نحن ناطرين أنه ربما قد تكون هذا الخطر اللي يصير سبب لجمع المسيحيين ربما. سؤال أخير، خلص وقتي. أوكي. بس ما في ما أمرق عليه سريعا لأنه بس هذا بده شرح طويل، يلي هو موضوع المدارس في كارثة كبرى، في إجرام عم بيصير من قبل المدارس والمدارس الكاثوليكية تحديدا، كل المدارس. بس أنت لأنك معني بهذا الموضوع عمليا وبكركي معنية بهذا الموضوع، في حالة هيدا الإرهاب الحقيقي، يعني في حالة إرهاب وإجرام عم بتصير بأقساط المدارس، أقساط الزودات يلي هي تتراوح بين 100% و140% على الأقساط، بحجة أنه بدنا نعطي الأساتذة وبدنا نعطي الهيدا، والتعاطي الفوقي من قبل إدارات المدارس مع لجان الأهل ومع الأهل تحديدا، واللي مش عاجبه ينقل ابنه ضرب بعرض الحائط أي شيء ما عم بالقانون، حتى القانون اللي عم ينحكى عنه طلعت صدرت كلمة بلوه شربوا ميته. فكيف بدها تتعاطى الكنيسة وبكركة مع هذا الموضوع؟ خليني أقول لك شغلتين على السريع. هذا الموضوع
يعني حملوا بين إيدي مثل كرة النار الأمين العام للمدارس الكاثوليكية. صحيح. أبونا يوسف ناصر. نوجه له تحية للأبونا يلي حقيقة بيتعاطى هو شخصيا بكل الملفات بإنسانية وبنعومة. نحن قدام مشكلة كبيرة اليوم. التعليم بكل دول العالم هو مسؤولية الدولة. صحيح. مدارس الخاصة بتشوفيها برا بتكون مدارس مثل يعني كأنه معمولة لجاليات معينة. اليوم الدولة من زمان وجاي مستقيلة من هالدول. حتى كبتوا على القطاع في مرحلة خلاص. من المراحل اللي احنا ناقشنا نحن وياها من شيء 7-8 سنين انه خيي خذوا شغلونا بمدارسنا، اعطونا المصاري اللي بتدفعوها انتم للمدرسة الرسمية، نحن بنأجركم مدارسنا، نحن بندير، اعطونا المعاشات لانه نحن حاضرين. اليوم الدولة ما فيها تجي تنفذ الإيدي من هذا الموضوع، هذا مسؤولية مشتركة بين ثلاثة. بين الدولة لازم هي تدعم المدارس الخاصة بشكل أو بآخر، وبين المدرسة الكاثوليكية مدارسنا نحن، وبين الأهل. نتتنا ما نتحمل مسؤولية هذا التضخم اللي صار. ما فينا نحن نرمي الكرة على الأهل لحالهم. هلا هذا الحال رمي الكرة على الأهل لحالهم. لا، هذا الموضوع لازم يكون فيه عدالة فيه. نحن نتحمل مسؤوليتنا وكل واحد يتحمل مسؤوليته. هلا اليوم نحن مش عارفين بعد كمدارس، انا عم بحكي انا كمان مشرف على مدرسه، مش عارفين بعد شو ميزانيات وقديش بده يدفعوا لصندوق التعويضات، وقديش بده ينعمل، وقديش ما نعلي رواتب المعلمين. طيب اذا مش عارفين كل هيدا بعد، مش مرسمين الميزانيات وانبعتت للاهل كل المدارس، بعتت للاهل نسبه الزيادات على اي اساس؟ السنه شو صار؟ السنه بلشوا بشيء، بعد شهرين ثلاثه زادوا، هلا جربوا يعملوا المدارس انه نحن خلينا ناخذ الزاويه من اول السنه ونشوف كيف. انا بقول هذه السنه هي سنه بيقولوا تجربه من هذا، بس مش معناتها اللغه اللي قلتي لي عنها انه نحن هالقد مش عاجبكم فلو كذا هيك عم يتعاطوا. هيدي مش لغه الكل طبعا، ما بنعمم يعني مش لغه مدارسنا هيدي. نحن بس ابونا ما جاوبني على شغل، انا انتهى وقتي بعد معي دقيقتين بس، بعد بقدر مرق دقيقتين. ما جاوبني على شغل، على اي قاعده المدارس بعتت الزودات بين ال 100 وال 140% وبعدها منا عامله ميزانيتها، ولا عارفه شو بدها تزيد للاساتذه، ولا عارفه شو بدها تعمل؟ هذه بيجاوب عليها نصر، هو اشتغلون بس انه بفتكر على اسس تقديريه حتى ما هلا نحن بذات الوقت عم يصير في مساعدات لهالمدارس من جهات منحه من الخارج. هل عم توزع بعداله هالمساعدات؟ انا بقول لك ايه، عم توزع بعداله، مش فيش محسوبيات، لانه هن مشرفين اللي عم يعطوا المصاري بده يعرفوا لمين انعطت بالاسم. صحيح. وبيتصلوا فيه وبيعملوا وبدهم وصل، يعني كثير شفاف الخبريه. ان شاء الله السنه ما يقصروا المساعدات لانه في عندك، بس قد ما علوا القسوطه ابونا ما بقى هالمساعدات، صارت ابره بكومه قش. مش كل المدارس علوا القسوطه، في مدارس معينه اغلبيه المدارس علت القسوطه. تتفاوت بين ال 100% وال 140%. صحيح، بس لازم يكون يعني هالشيء مدروس، مش عشوائي. يعني وانا بتمنى عليك تستقبلي ابونا نصر، هو اكيد رح نتواصل معه كل التفاصيل، وان شاء الله بيكون تفاصيل وان شاء الله ليش ما بيقبل مدعوه. على اي حال هيدا يعني حبينا نمرق عليه معك، بس هو بده تفصيل كتير وبده نقاشات طويله. بدي اشكر تلبيتك الدعوه وحضورك معنا رئيس المركز الكاثوليكي للاعلام مونسينيور عبدو ابو كسم الاطفائي، اهلا وسهلا فيك دائما. مشاهدينا شكر كبير لكم لمتابعتكم، والى اللقاء.